السلام عليكم، اعزائك في الامكان، اهلا بكم حلقه جديده وزارع سنين. النهارده هنعمل الكومبوست المنزلي بطريقه انا شفتها في قناه، طريقه جديده كده شويه. هو مغير في بعض مكونات الخلطه واستفاد من كده ان هو سرع جدا عمليه التحلل بتاعه الكومبوست. تعالوا بينا نشوف الطريقه كتجربه شخصيه ليا ونشوف هل هي ناجحه ولا لا، وفي نفس الوقت هتاخد مننا وقت قد ايه لتمام التحلل. يلا بينا. هنجيب تربة ويفضل تكون طين على كومبوست، ولو في سماد بلدي زبل حمام او سبلة او كده يكون حاجة جميلة جدا. هنجيب مية، هنجيب كل بواقي الشجر من ورق وافرع ونباتات ماتت، وحتى ثمار ما كملتش النضج بتاعها او نسيناها على الشجرة فعفنت او تعبت على الشجرة او تهرت، او اي حاجة بقى في التلاجة. اطباق البيض الفاضية لان الكرتون بتاعها سريع جدا تحلل وبيمد التربه بماده الكربون. بواقي المطبخ، قشر البيض طبعا مسلوق او ني مش مشكله، كل قشور الموز بقى والبرتقال وكل البطاطس والبطاطا، كل القشور لاي فاكهه او خضار خلقه ربنا لكن مش مطبوخ. يعني ما اجيبش صلصه واقول دي طماطم، لا، طماطم تكون عفنت او طماطم حيه او تفل الطماطم وانا بعمل الصلصه اللي لما بعصره الطفل ده يتعمل، طالما ما اتطبخش وما اتحطش على النار. بواقي يوستفندي وبرتقال، بواقي ليمون وكل حاجة، بواقي تاني حاجات من درج التلاجة بقى عفنت، شوية فلفل شوية بصل، بواقي البصل بواقي التوم، دول حلوين جدا ومهمين جدا في الكومبوست. جميع انواع الاسمدة اللي عندنا، انا عندي اسمات كتير قوي مش عارف اسمد امتى وفين. ادي ان بي كي عالي بوتاسيوم 10 10 40، وادي ماب سوبر فوسفات، وادي كبريتات نحاس 20 20 20، وطبعا في يوريا بس انا مش هشتغل بيها. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبقه من الكرتون زي ما اتعودنا واكننا بنزرع، بس خلي بالك الجردل المره دي مش مخروم، وهي دي الفكره الجديده اللي انا بجربها مع حضراتكم النهارده. مش لازم اقطعه فتفته، هو كده كده هيدوب لوحده. تاني حاجه شوية تربة، طبعا في بعض الثمار كانت اتضربت او عفنت، ده بطيخ وفي بطيخ هنا وفي بتنجان وبتاع، ماشي هسيبهم فوق علشان لو بذور منهم نبتت من البتنجان او كده اشتغل بيها تاني ومحصرهاش. وبعد كده بواقي شجر، البواقي الكبيرة تتقطع، ده ورق ناشف وبتاع ممكن اسحبه كده اهو نزل كله، والبواقي الكبيرة تتقطع بمقص بقى بكتر بتاع، واسهل حاجة المقص، كل ما تقطع صغير كل ما ايه تتحلل اسرع. على بواقي مطبخ، قشر بيض طحنه او فتته بايدك ونزل، عروق الملوخيه اللي كنت حصدتها بتنجانايه خلصت دورها وماتت، الحاجة الناشفة قوي دي هتتفتفت على الاخر يا ما تتحطش اصلا، لان هي تقعد وقت كتير جدا على ما تتحلل. اخر حاجة بتتحلل هي العروق او السيقان والافرع بتاعة النباتات الخشبية، او اللي هي ايه عملت غلاف يعني مش غضة، دي اخر حاجة بتتحلل وبتفضل راقدة في التربة لكن برضو بتغذي التربة. ورق الموز مهم جدا ومغذي جدا، بس عايز مقص عشان تقطع بالعرض. ورق خرشوف مش مطبوخ طبعا، بواقي بطيخه زرعه بطيخه. طيب انا كده حطيت طبقه، اعمل ايه؟ حط تربه واضغط. اضغط ليه؟ انا كده بكبس التربه؟ لا، الورق كله والكلام ده كله هايش، يعني لو عملت كده هتلاقي التربه دي نزلت في وسطه، في مليان فراغات تحت، والفراغات دي كويسه علشان يبقى فيه هواء في وسط الكومبوست فيسرع عمليه التحلل. ورقه من كرتون تاني، رقه خفيفه بقى المره دي، نفصل بس الدنيا عن بعضها ونعمل طبقه تانيه زيها وثالثه ورابعه لحد ما نملى الجردل. ما يغركش ان الجردل اتملى، اول ما هنكبس دلوقتي هتلاقي كل ده نزل تحت تاني.
كده انا حطيت كل البواقي بتاعتي، نحط تربة تاني ونقفل بكرتون تاني. بس بما اني هحط تربة بقى اخيرة، نجيب بقى الثمار بتاعتنا. دي ثمار بتنجان، اكيد فيها بذور بتنجان، نشفتها كده في الشمس. ادي بذور اهي كتيرة جدا اهي، نشوف يمكن تنبت. ودي اهي مليانة بذور، ما بخسرش حاجة، انا ما بحبش اخسر حاجة. دي بتنجانة سليمة، سيبها، هتاخد وقت طبعا على ما تتحلل. لازم تبقى عارف ان اللي فوق ما بيتحللش، اللي تحت هو اللي بيتحلل. دايما لما كنا بنعمل كومبوست كان دايما يحصل كده، تلاقي اللي تحت هو اللي اتحلل واللي فوق ما اتحللش. ليه؟ علشان اللي تحت هو اللي بيبقى فيه الرطوبة، واللي فوق الرطوبة بتنشف بسرعة جدا. احنا النهاردة هنعمل حاجة مختلفة شويتين. هنجيب التربة، جبنا التربة ونردم كويس علشان ما يطلعش ريحة. هتقول لي انت حاطط بالزيادة، هقول لك لسه التربة دي هتتخلل كل اللي انت حاطه. اعمل كده هتلاقي نزلت تحت. الجردل ده خفيف جدا، كله هواء اصلا. ونعمل بقى الحاجة المهمة، هنجيب المية ونجيب السماد بتاعنا، وننسى كلمة سنتي على الاتنين لتر او معلقة شاي على الاتنين لتر والكلام ده. ونحط سماد على قد ما نقدر، يعني زود ملوحة التربة جدا، يعني من الاخر خلل كل اللي انت حطيته. حطه في مية بملح. ايه الملح بتاعنا؟ اي سماد في الدنيا ملح، اي بودرة في الدنيا هي ملح. طبعا المطهر الطبيعي بتاع التربة كبريتات نحاس، والماب بتاعنا على التربة بقى كله، ده الفسفور وحاجة فسفور او العالي فسفور. كل ده لما نروي هينزل تحت طبعا في التربة. طب انت بتعمل كده ليه؟ وهنسمد بالكلام ده ازاي؟ بعمل كده ليه؟ علشان الملح الزيادة اللي كنا بنقول ما تسمدش كتير في التربة، ما تسمدش كتير علشان الملح بيهرج جذور. هو ده اللي انا عايز اعمله بالظبط في كل الاوراق والحاجات اللي انا حطيتها، انا عايزها تتهرج اكنك بتخلل لفت او جزر بالظبط. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما نيجي بقى نسمد بالكمبوست ده، مش هسمد بقى واكبش بقى، لا هنسمد بالمحسوب، وهنغسل الكمبوست ده، او مش هنغسل، هنعمل شاي كومبوست منه مرة واثنين وثلاثة، فنقلل نسبة الملوحة، وطبعا بعد كده هنزود نسبة الحموضة. لكن خلينا دلوقتي في اول حاجة اللي هو ازاي اخلي الكومبوست ده يتخلل في 3-4 اسابيع فقط، مش في 4 شهور و6 شهور وكده، ويمكن اقل طبعا، احيانا بيبقى اقل من كده، ممكن يبقى اسبوعين بالظبط وتلاقي الكومبوست ده ابتدى ايه يخلص. انا عندي سماد اكتر من كده بكتير، بس انا هقف على كده. نحط بقى السماد بتاعنا، وهتلاقي بقى فقاقيع هواء كبيره جدا من كتر ما التربه دي بتنزل وسط الاوراق والحاجات اللي احنا حاطينها. اهو فقاقيع باينه، كل ما تزود ميه الضغط هيعلى، فتلاقي الفقاقيع تعلى. في بعض الناس بتقول حطوا مبيض فطري على الكومبوست. دلوقتي لا، لان انت المبيض الفطري ممكن يكون تركيزه عالي شويه، او التكوين بتاعه رخيص شوية، او التكوين بتاعه مضروب، او الصفات الكيماوية بتاعته اتغيرت، فينزل يقتل الميكروبات النافعة والضارة، البكتيريا النافعة والضارة، كل حاجة احنا عايزينها ومش عايزينها هيقتلها، وبالتالي طبعا عملية التحلل هتقف جدا. عملية التحلل هتزيد لو في كومبوست محطوط، لو في سماد بلدي محطوط، كمية التحلل هتبقى اسرع بكتير طبعا. طبعا المية واخدة وقت كبير علشان تنزل، لكن لما تزود مية هتنزل اسرع علشان ضغط المية. الطينة دي بس عشان تكتم الريحة الوحشة اللي هتطلع. وافضل حط لحد ما تحس ان السماد اللي انت حطيته من فوق ده نزل تحت، خلاص اتغسل يعني. وتعالوا نشوف بعد 3 اسابيع ايه اللي ممكن يكون حصل في الخلطة السحرية بتاعتنا دي. وكده عدى على الجردل ده 3 اسابيع،
وانا كنت عملت واحد تاني بس في قارورة شفافة علشان اشوف كمية التحلل ووقت التحلل من خطة قشر استفنج وبرتقال. فدي كانت بعد دي باسبوع، يعني دي بقالها اسبوعين ودي بقالها 3 اسابيع. تعال نشوف ايه اللي حصل في 3 اسابيع في جردل وفي اسبوعين في جردل تاني، مع العلم ان هنا كان فيها ورق موز وبيض كتير قوي او قشور بيض يعني، ودي كان فيها قشور الفواكه والخضروات فقط، ما كانش فيها ورق نبات الموز اللي هو ورق الشجرة نفسها او العشب، لان الموز طبعا عشب يعني. يلا بينا نشوف. طبعا واضح ان كله هنا متحلل ولونه بني، خلينا نبلقه ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا واضح ان هو تحلل وبقى طينة عادية خالص اهو. وهنا يجي السؤال، اشتغل بها ازاي؟ مهم جدا ان احنا نعرف نشتغل بها ازاي. لو جبت حفنة منهم او كبشة منهم كده وحطيتها على اي نبات ده بتدهمه. ليه؟ لان احنا نسينا ان احنا حاطين فيه كمية سماد او املاح كبيرة جدا، فالكمبوست ده غني جدا بالسماد لدرجة ان هو بقى تربة قاهرة او بقى تربة هتقتل اي نبات فيها من كتر الملح. اللي احنا عملناه في قشور الفواكه هيتعمل في جدور اي نبات نحط في الكمبوست ده. الحل حاجة من اتنين، يا اما اخلط الكمبوست ده بتلات اضعاف تربة عادية، ويفضل يكون رمل. يعني انا دلوقتي دي حوالي 5 لتر او 6 لتر، احط عليها حوالي 20 لتر تربة عادية خالص ويتخلط بيه ويتسقي مرة او مرتين وبعد كده ابتدى اشتغل بيه. الطريقة التانية ان انا اخد الحفنة اللي انا عايز اشتغل بيها، او اخد مثلا ربع المعيار ده واحطه في قماشة، والقماشة دي اغطسها في مية في جردل، بمعنى ان انا بعمل شاي كومبوست، اخد منه مرة او مرتين او 3 شاي كومبوست. الشاي ده هيبتدي يدوب الاملاح دي مرة في مرة، والشاي ده نروي بيه الزرع هيبقى تسميد، لان كده كده الاملاح دي عبارة عن بقايا التحلل بتاعة الكومبوست، وفي نفس الوقت جزء من الاملاح اللي احنا حطيناها الام بي كي وكبريتات النحاس والسوبر فوسفات وكل انواع الاسمده اللي احنا حطيناها. طيب يبقى انا دلوقتي استخدم حاجه من الاثنين، لكن احطه مباشر؟ لا، الكلام ده لما اكون جايب كومبوست او عامل كومبوست عادي على مدار 3 او 4 شهور اللي احنا بنحلله عادي ده. لكن الكومبوست الطريقه دي تحديدا، الطريقه دي هتقتل اي نبات اشتغل بيه ايه على طول مباشره. طيب خلينا نكمل. ادي كومبوست اسود اهو، اسود ده يعني متحلل تماما. نشوف الجردل الثاني اللي بقاله 3 اسابيع. طبعا افرع الاشجار او الخشب التخين ده هو اللي ما بيتحللش بسهولة، ده بياخد وقت كبير، لكن بقيت الحاجات في 3 اسابيع بقت 100 100 اهو اهو. عادي خشب هو اللي ما تحللش. دلوقتي انا هلجأ ان انا اعمل حاجة، ان انا هسيبه في الشمس علشان اي بكتيريا ضارة نشأت من ان انا ما كنتش بقلبه كل يوم، فما كنتش بدخل اكسجين، فحصل حاجة اسمها تنفس لا هوائي او ايا كان، هتموت تماما. اخليه بودرة يعني، اخليه الحف في الشمس 3 4 5 ايام كمان، بما اننا في الشتاء فممكن يقعد لحد اسبوع في الشمس لحد ما يبقى بودرة تماما ويرجع تاني اكنه تربة طينية او بودرة تراب يعني. وبعد كده اخد منه الكمبوست، يبقى انا كده قتلت البكتيريا الضارة اللي فيه او اي فيروسات او اي حاجة طلعت منه. وبعد كده ابتدي اخد منه شوية كمبوست عشان اخف نسبة الملوحة اللي فيه العالية جدا اللي احنا عملناها. وبعد كده اسمد بيه عادي خالص، ان انا بعد ما اكون صفيته مرتين ثلاثه بشاي كومبوست ابتدي اخد بقى ايه حفنه قد كده واحطها على كل قصيص او حاجه من فوق، وانكش سطح التربه كده خفيف واروي رايه غمر، وكده نكون سمدنا بسماد الكومبوست اللي احنا عملناه في البيت من غير اي تعب من غير اي مجهود. ولحد هنا اعزائي في كل مكان يكون خلصت حلقتنا النهارده من الزرع وسنين وكيفيه عمل كومبوست طبيعي في البيت لتسميد النباتات في اسبوعين او 3 وفي الشتاء من غير روايح كريهة ومن غير ما يطلع دود ولا اي مشاكل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو اول مرة تزور القناة اعمل اشتراك،
وشير الفيديو ده لاصحابك علشان المعلومه تعم وكل يستفيد. زكاة العلم نشره. حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.